أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اما بعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنة، وهذه حلقة خاصة متميزة سوف نخصصها او نوسع في مسألة البيوت الامنة، ونجعلها المجتمع الامن والوطن الامن والاوطان الامنة. فإنما الوطن والأوطان تتكون من مجموعة بيوت، فإن لم تأمن البيوت لن تأمن المجتمعات، وإن لم تأمن المجتمعات لن تأمن الأوطان، وإن لم تأمن الأوطان لن يأمن العالم كله. الله سبحانه وتعالى من على قريش وقال عز من قائل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فجعل رب العباد عز وجل البلد آمنا عندما يطعم أهله من جوع، لأن الجوع والذي يمثل الآن ملايين من الناس يعانون ويعيشون تحت خط الفقر من ظلم الظالمين وأكل الناس أموال الناس بالباطل، وظلم الذين يقودون كثيرا من الشعوب بالعسف والقهر والظلم، ويعني بأنهم يتميزون على شعوبهم كأنهم من دم غير الدم التي خلقت من الشعوب، ومن طينة غير الطينة التي خلقت منها هذه الشعوب الكادحة، فيئنون تحت وطأة الفقر والجهل والمرض وعدم الأمن. لكن رب العباد عز وجل من على قريش وقال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي لنا بكيمياء السعادة، إكسير السعادة. ما هي السعادة الحقيقية؟ يقول عليه الصلاة والسلام محدثا الفرد المسلم والبيت الآمن المسلم والمجتمع المسلم والوطن المسلم، عندما يقول من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سبحان الله، ثلاث محاور دون دخول في تفاصيل. أمسى آمنا في سربه، الإنسان الخائف لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يشرب. جاءوا بمعزتين شاتين، شاه مكسورة رجلها تتألم ولا تستطيع أن يعني مكسورة، كسرت رجلها، أصبحت تقف على قوائم ثلاثة ورجلها الرابعة تؤلمها ألما شديدا. ووضعوا بجوارها شاة صحيحة سليمة، لكن الشاة الصحيحة السليمة وضعوا قريبا منها نمر داخل قفص، ووضعوا الطعام للشاتين. الشاة المكسورة رغم ألمها أكلت لأنها تعيش في مرحلة أو في إطار من الأمن، والشاة السليمة رغم صحتها لكن بجوارها مصدر الخوف، لم تأمن كما لم تأمن كثير من الشعوب أن يبيت إنسان فيعني يكسر عليه الباب فجأة بالليل، يأخذه زوار الفجر إلى خير ذلك. كل هذا لا يؤمن الناس في بيوتهم، لكن من أمس آمنا في سربه، الأمن هذه نعمة. فمن أحق بالأمن؟ الله عز وجل في قرآنه يعني الآيات تتساءل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أنا إن ظلمت صرت ظالما، كيف آمن؟ يعني كيف آمن أن المظلوم يدعو علي ليلا، أن الإنسان الذي أغلقت عليه باب رزق أو أغلقت عليه باب رحمة أو ما كنت له إلا مفتاح شر مغلق خير، كيف آمن أنا؟ سبحان الله. كانت فاطمة بنت عبد الملك تقول كانت تمر ليالي طويلة وأقول سوف يصبح المؤمنون ولا أمير لهم، لأن
عمر بن عبد العزيز يبيت باكيا يتذكر الأرملة والمسكين واليتيم وابن السبيل وهؤلاء المظلومين في مشرق الأرض ومغربها، ويقول سوف يحاسب رب العباد عليها عمر يوم القيامة، فيبكي حتى الفجر. تقول ربما من شدة البكاء يقضي نحبة وتخرج روحه من شدة الهلع والفزع، لأنه يريد بعدله أن يؤمن الناس. وذهب عمال إفريقيا ليوزعوا الزكاة على فقراء إفريقيا، فما وجدوا. أفريقيا الآن التي يعني تعيش تحت وطأة خط الفقر بمراحل طويلة، ما وجدوا فقيرا واحدا يأخذ الزكاة. قالوا له يا أمير المؤمنين عدلك أغناهم، فإنما العدل يغني بفضل الله عز وجل، وعدم وجود الظلم في المجتمعات هو الذي يؤمن الأوطان. جده من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله لو أن بغلة أو شاة بالشط الفرات عثرت لخشيت أن يحاسب عليها رب العباد عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريق يا ابن الخطاب. سبحان الله. وقالت أم اليتامى عندما كانت تغلي لأبنائها ماء تسكتهم حتى يظن الواحد منهم أن هذا طعام، تقول لعمر عندما ناقشها ولا تعرف أن هذا أمير المؤمنين، والله بيننا وبين عمر، يقول وما أدرى عمر بكم، تقول عجبا كيف تدافع عنه، أيلي أمرنا ويتركنا. فيبكي عمر ويقول كم قتل عمر من أبناء المسلمين. ولما سمع بكاء الرضيع قال أحسني إلى صبيك يا أمة الله. قافلة بتستريح في الطريق وهو يعس ليلا، يحرس القافلة بالليل، وقافلة غريبة عن المدينة وإنما استراحت على حدود المدينة ثم تواصل المسير. فسمع بكاء الصبي أحسني إلى صبيك، أحسن عدة مرات، والولد ما زال يبكي. قال إنك أم سوء، يعني مرضعة متعبة، أم متعبة يعني لا تحن. قالت ماذا نصنع والله بيننا وبين عمر. قال ماذا صنع؟ قال هذا فطمته قبل أوانه، لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم، الفطيم اللي فطم يعني هو ده اللي يفرض له عطاء من بيت المال، ولا يعطي. وأنا فطمته مبكرا قبل يعني انتهاء مدة الرضاعة اللي هي سنتين عامين كاملين، فالله بيننا وبين عمر. يصدر عمر فورا قرار في اليوم التالي أن كل مولود في الإسلام له عطاء من بيت المال حتى ينصف هذه المرأة. هذه هي الأوطان الآمنة، وهذه هي المجتمعات الآمنة. رب العباد سبحانه وتعالى عندما أوحى أو يعني علم حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه، كم من إنسان يبيت ليس له عافية في بدنه، إما أن بتر منه عضو من أعضائه، رب العباد يعوض إن شاء الله الكثير. هناك من يبيتون تحت وطأة الألم، بل العكس، هناك من يبيت عند مع وطأة الألم لا يجد الدواء. وعندما توفر الحكومات الرشيدة الدواء والعلاج والأطباء والمستشفيات المتميزة مما أعطاهم رب العباد عز وجل لشعوبهم والقائمين والمقيمين على أرض، هذه صورة عظيمة من صور الأوطان الآمنة. لأن لا تأمن الأوطان إلا إذا انتشرت فيها الصحة، انتشر فيها الأمن، انتشر فيها العلم، انتشر فيها الخير، وهذا يعني ينشر بين الناس المحبة. لأن الناس عندما تتميز، هذا غني فوق حد الغنى وهذا فقير دون مستوى الفقر، هذه كارثة كبرى. أن يتقارب الناس، يعطي الغني من ماله ومن زكاته لأخيه الفقير، فتتكافئ المجتمع وتقترب تكسر حدة الحسد عند الفقير لأخيه الغني، ويرحم ويحن الغني على أخيه الفقير، تتوافق المجتمعات. ما رأينا يوما أبا بكر يمن على بلال رضي الله عنه أو يطلب منه عملا معينا ويقول أنا الذي استنهضتك من العبودية واستنقذتك من الرق، وأنا الذي دفعت لك كذا وكذا، مع أن أمية بن خلف الذي باعك لي قال هو عندي لا يساوي درهما، وأنا أقول لو أعطيتني بألف من ذهب لدفعت. ما قال أبو بكر يوما يا بلال أتذكر إذ كنت عبدا يوما ما وكذا وكذا، أليس منا من يمن على زوجته ومن تمن على زوجها ومن يمن على أقاربه وابن أخيه وابن أخته بأنه يعطيهم كذا وكذا؟ هذا المن، لا والله، أنا أريد
كلمة كما قال ربنا كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى. لا داعي أبدا لأن نؤذي الناس بما نقدم، لا داعي لأن نؤذي مشاعر الناس بما نقدم، بل بالعكس. ما حكمة الحديث الشريف؟ حتى لا تعوى سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن هذا يعني الستر في المسألة. ولذلك كان أفضل الرعاة عند الله، أفضل الحكام عند الله من تدعو لهم رعيتهم ويدعون لرعيتهم، وأسوأ الرعاة عند الله والعياذ بالله والولاة عند الله الذين يدعون على رعيتهم وتدعو رعيتهم عليه. كراهية مطلقة، في كراهية مطلقة. هذا مجتمع غير آمن، هذا وطن غير آمن. لكن الأوطان عندما تأمن، عندما يدعو الناس يعني رب الناس لحاكمهم والذين يسيرون مقاليد الأمور، وهو أيضا يدعو لهم بالخير لأنه يرى فيهم خيرا. يعني لماذا عندما رصدت المراصد الاجتماعية العالمية الشعوب السعيدة، يعني بفضل الله عز وجل شعب الإمارات هو أسعد شعب عربي، هذه حقائق قالها الغير، يعني لم نقولها نحن، ربما شهادتنا مجروحة لأن فيها هوى. لكن المراصد الاجتماعية العالمية والأجهزة التي ترقب حركة الشعوب وسعادة الشعوب وأمن الشعوب ترى أن شعب الإمارات من أسعد شعوب. لماذا؟ لاقتراب الذين يقودون هذا الشعب الكريم، اقترابهم من شعوبهم ومن مواطنيهم ومن مقيميهم ومن وافديهم، والكل يتساوى أمام القانون. هذه أوطان آمنة، سبحان الله. يعني كم من أناس عندما يخرجون يثيرون الذعر في الشوارع بإيقاف حركة المرور هنا وهناك، عندما أبدا ما رأينا بفضل الله من حكامنا في الإمارات أنهم يصنعون هذه الأمور بفضل الله، بل هم من الناس وإلى الناس. هذه صور طيبة يجب أن تنتشر، سبحان الله. ويعني الخير الذي يكون في المجتمع لا يكون إلا عندما يأمن المجتمع، وعندما لا يأمن المجتمع يعني تصير الأحقاد والضغائن من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، سبحان الله. يعني ابن حزم في المحلة أخذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ولي الأمر يجب عليه أن يوفر عملا لمن لا عمل له، سبحان الله، ويعطيه بيتا إذا لم يكن له بيت، ويزوجه إن لم يستطع أن يتزوج، ويوفر له دابة إذا لم يكن له دابة يسير بها ويسير بها أموره ويصل بها إلى مكان عمله. والله يعني أنا أرى بفضل الله مما أرى هذا الأمر فعلا ميسر في هذه البلاد الآمنة بفضل الله، التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يظل الأمن والأمان فيها بفضل الله عز وجل. فمن أمسى آمنا في سرب معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافير. ماذا أريد أنا بعد أن آمن في بيتي وعافى في بدني؟ أجد الطب الذي يعالجني إذا مرضت، ولا يضحك علي ولا ينصب علي ولا يبتز أموالي ولا يأخذها زورا وبهتانا، ثم يعني قوت يومي موجود، لا, 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 لا أعاني معاناة مضنية في الحصول على هذا القوت. عندئذ رب العبادة سبحانه وتعالى، يعني رأينا في سلفنا الصالح كيف أن عمر رضي الله عنه حرم على نفسه 10 أشهر كاملة، عام الرمادة، اللحم، ما أكل لحما على مدار العام، وكان لا يأكل إلا الخبز والزيت، وكان أبيض البشرة، فيعني صار وجهه قريب إلى السمرة وإلى السواد من كثرة أكل الزيت والخبز، فكان بطنه تقرقر تعمل أصوات نتيجة ثقل الزيت على المعدة، فكان يقول لغلامي اكسر عني حره بالغدي، فكان يغلي الزيت ويبرده ثم يأكله عمر، فيسمع صوت بطنه تقرقر فيطرق عليه ويقول قرقري ما تقرقرين، والله لن تذوق اللحم حتى يشبع أبناء المسلمين. ودخل يوما وجد في يد عبد الرحمن ولده يعني ابن عبد الرحمن حفيده يعني قطعة بطيخ، فأخذها من يده، قال تأكل البطيخ وأبناء المسلمين لا يجدون قوتهم؟ والله سبحان الله لن يشبع عمر ولا آل عمر إلا إذا شبع أبناء المسلمين. فكلنا نأكل سويا، الكل يأكل. هذه المجتمعات الآمنة، المجتمعات التي نبحث عنها والتي يجب أن تسود في المجتمعات العالمية، وحقيقة الأمر هذا من كرم الله عز وجل. أما السؤال المطروح، ماذا صنع الطغاة على مر التاريخ بشعوبهم؟ النمرود
ماذا فعل بشعبه؟ ألم يحاج إبراهيم عليه السلام؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك؟ ماذا قال؟ قال يعني يقول سيدنا إبراهيم بأدب المجادلة بالتي أحسن: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال: كيف يعني تحيي وأميت؟ قال: والله الاثنين دول محكوم عليهم بالقتل بالسيف، هذا أطلقته يعني براء، قرار سلطاني نمرودي يعني براء، خلاص عفى عنه وقتل الآخر، هذا أحييته وهذا قتلته. هذا فكر مغلوط، وهذه مناظرة مغلوطة، وهذا أمر لا يقوم على قواعد. فسكت الخليل الذي يريد أن يجادل بالحق، لا يدخل نفسه أبدا في متاهات ولا في مسائل جانبية، بل على العكس يجب عليه أن يجادل بالتي أحسن. ترك الخليل هذا الحوار السقيم والجدل العقيم وذهب إلى مكان آخر أو إلى حوار آخر ومجال. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب. هنا بهت الذي كفر. طيب هذا الطاغية ماذا كان يصنع؟ كان إذا رأى إنسانا يعني يؤمن بإبراهيم تأتي الحاشية والجنود يضربون المؤمن هذا على رأسه يعني سبحان الله بأي وسيلة، ضرب عصا أو بعزكم الله نعال أو غيره، حتى يموت. هو في ملكه وفي جبروته دخلت بعوضة صغيرة إلى أذنه، خرقت طبلة الأذن، دخلت إلى دماغه، أصبحت تعمل أصوات، كان يتألم ألم شديد لا يفيق منه إلا إذا ضرب على رأسه، ومرة اشتد الضرب عليه فمات من صناعة الموت أو التعذيب الذي كان يصنعه. فماذا كسب نمرود وماذا كسب الذين من حوله عندما ظلمهم؟ إن الطغاة لا يأتون بربح أبدا، لا لأنفسهم ولا لشعوبهم. ولكن كونوا بعد الفصل حتى نرى التاريخ ماذا قال. هل يكذب التاريخ؟ إن التاريخ لا يكذب. هناك فرق بين الأوطان الآمنة والأوطان التي نزعت منها نعمة الأمن. اللهم أمن هذا الوطن وأوطان المسلمين يا رب العالمين. كونوا مع بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع هذه الحلقة مع الأوطان الآمنة وتهنئتي في برنامج البيوت الآمنة لكل يعني شعب الإمارات الحبيب والشقيق، وبداية لسمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وكل حكام الإمارات وكل الشعب الإماراتي بالعيد 39 لقيام هذه الدولة الميمونة التي أصبحت حجة على بقية الدول العربية والإسلامية. لماذا لا نتجمع في يعني الآن العالم كله هو عالم كيتونات مجمعة وليست أشياء متفرقة، ويعني الناس عندما تجتمع والأوطان عندما تجتمع في هدفها وفي يعني وفي قيمها ومبادئها، الحمد لله نصير أخويا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أرى لماذا يعني ونحن في بمناسبة العيد 39 هذا الوطن من أكبر وأفضل الأوطان الحمد لله رب العالمين، الأوطان الآمنة، لأنني أؤكد اقتراب الحكام من شعوبهم، وأن العرقيات والجنسيات والمذاهب والآراء المختلفة التي تعيش على أرض الإمارات كلها أمام القانون سواء. حقيقة الأمر يعني هذه شهادة يعني نشهد بها ويشهد بها القاصي والداني والزائر مؤقتا للإمارات والمقيم بها والمواطن فيها، والكل يشعر بأنهم سواسية. حقيقة الأمر. أما الشيء الأساسي عمدة المسألة اقتراب الـ يعني الحكام من الشعوب، ليست هناك حواجز يعني تراهم في المناسبات، تراهم في الأعياد، تراهم في أعراس أبنائهم، تراهم في المناسبات المختلفة، تراهم في عزائهم، في فرحهم، في طرحهم، قريبين من بعض وقريبين منا. حقيقة الأمر بورك في هؤلاء الحكام، وبورك في هذا الشعب، وبورك في كل إنسان يعيش فوق هذه الأرض الطيبة. فاللهم أمنها رب العالمين. أكرر تهنئتي بالعيد الوطني
لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أنا شخصيا أستشعر مدى احترام حكامها للعلم وللعلماء وللدين. فجزاهم الله أخو عن الإسلام خيرا، وأعطاهم قدر ما أعطوا الإسلام والعلماء والعلم والدعاء الخير الكثير. كنا قبل الفاصل نتحدث عن في المقابل يعني أمام هذا الود الموجود بين الحكام والشعب الإماراتي والمقيمين على أرضها، في المقابل الآخر ماذا صنع الطغاة بأنفسهم وبشعوبهم؟ تاريخ فرعون والعياذ بالله، ماذا صنع هذا الإنسان؟ ما أريكم إلا ما أرى. إنسان دكتاتور لا يرى إلا نفسه، أمام مرآة لا يرى فيها إلا نفسه، الشعب هذا لا يساوي شيء عنده. وبعدين يعني وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا أخي سبيل الرشاد أن تضللهم؟ سبحان الله، سبيل الرشاد أن 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 يعني تريد أن يعبدوك أو يعبدونك من دون الله والعياذ بالله؟ ما علمت لكم من إله غيري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان رب العباد حليما معه، يقول اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكان يريد أن يجر سيدنا موسى إلى 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 إلى, إلى معركة جانبية. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأريد أن ندخل في مسألة أخرى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله، أنت سبحان الله، زي بالضبط واحد كده لا يصلي ولا يصوم يسأل سؤال، يقول والله يا شيخ هو إيه رأيك في حكم الناس اللي عايشين في الاسكيمو؟ يا عم انت مالك بالاسكيمو ومش الاسكيمو؟ خليك في نفسك، لما تروح تعيش في الاسكيمو يبقى اسالنا. يا شيخ هو الجن مخلوق من النار وربنا يعذبه يوم القيامه، الجن الكافر منهم والشياطين، طب كيف النار يعذب؟ يا عم لما تصير جن ان شاء الله نجاوبك، لكن انت مش جن، خليك انت في الانس. قول لي مثلا ايه اللي ينقذني يوم القيامه؟ اللي خلينا امشي في الطريق المستقيم، اللي خلينا اموت ولست ظالما وانما يعني انسان اؤدي الحقوق كما امر رب العباد عز وجل. فيعني القضيه سبحان الله، يعني ماذا صنع فرعون؟ اغرقه الله عز وجل، هو وجنوده في اليم غارق، هو وجنوده بما ماذا صنع ظلمه؟ هل نصره؟ هل رفع من شانه؟ سبحان الله. ماذا صنع الحجاج والعياذ بالله باهل العراق؟ اما قتل منهم الالاف المؤلفه ليكسب ود بني أمية وأضاع آخرته بدنيا غيره؟ يعني ماذا كسب؟ ماذا كسب أبو جهل الذي لما نجى العير وبلغ وأرسل أبو سفيان رجلا ضمضم بن عمرو هذا يبلغهم أن العير قد نجى وأفلت من أيدي المسلمين، ولكن ماذا قال أبو جهل؟ لا، لابد أن نذهب عند ماء بدر وتعزف لنا القيان ونشرب الخمر ويزال العرب يعني يرهبوننا. طب بالله عليك ماذا صنع هذا الطغيان؟ جندل وقع على الارض سبحان الله وجزت، حتى رفع او وقف عبد الله بن مسعود على صدره وقال لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم؟ قال لله ولرسوله يا عدو الله. قال لا ينبغي لمثلك ان يطأ صدر مثلي، خذ سيفي وجز رقبتي فانا لا احتمل ان ارى مثلك فوق صدري. ماذا صنع ابو جهل؟ ماذا صنع هذا وهذا وهذا؟ ماذا صنعوا؟ يعني احلوا قومهم دار البوار على طريقتهم في التاريخ. ماذا صنع هتلر في الحرب العالميه الثانيه؟ الم يقتل بسبب تهوره 55 مليون؟ سبحان الله، شارك في الحرب العالميه الثانيه 15 مليون جندي، قتل في الحرب العالمية الثانية 55 مليون، يعني 351% من المشاركين، يعني قتل المحارب والمسالم الجندي والمدني كل قتل. ما الذي كسبه؟ ما الذي كسبه الشعب الاسباني ايام فرانكو عندما حكمهم بالحديد والنار؟ وعلى مر التاريخ ماذا صنع الطغاة؟ ما كسبت الشعوب شيء، وما تقدمت الشعوب، لا تتقدم ابدا عند القهر ولا تتقدم عند الذل ولا تتقدم عند الخوف ولا تتقدم عند وجود الفقر ووجود الامراض الاجتماعيه وجود الرشاوه. يعني المنظمات التي تخص الشفافيه للدول، يعني الشعوب المتقدمه هي الشعوب اللي فيها شفافيه، ليس فيها فساد اداري، ليس فيها رشاوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يعني هذا
نظام تكوين يجب. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. إذن هذا تحذير رباني في قرآن ربنا يوضح المسألة. إذن الظلم ظلمات يوم القيامة سبحان الله. والإنسان سبحان الله العظيم يعني 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 عندما مات عمر قالت عائشة إن المسلمين كانوا يدعون أن يؤخذ من أعمارهم ويوضع في في, في يزاد في عمر عمر رضي الله عنه. يعني ما يعني أحب الناس حياته وكرهوا وفاته. لماذا؟ لأنه كان عبارة عن يعني نبراس للخير وللعدل وللرحمة ولنشر الخير بين الناس. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عندما جاء الولد المصري القبطي يشكو من ابن عمرو بن العاص لما سبقه في سباق الفرسان, فضرب ابن عمرو يعتبر والي مصر ضرب الرجل اللي من العوام, أتسبقني وأنا ابن الأكرمين. ما كان من الولد المصري غير مسلم إلا أن جاء إلى عمر في المدينة وشكى إليه, وأرسل عمر إلى عمرو بن العاص رسالة شديدة اللهجة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص, إذا وصلتك رسالتي فاحضر أنت ولدك على الفور. جاء عمرو بن العاص فقال هذا الذي ضربك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال اضربه. فضربه. قال أجلها على صلعة عمرو. قال أمير المؤمنين أنا ضربت من ضربني. قال لا, ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا. يعني متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هكذا الأوطان تأمن, الأوطان تأمن بنشر العدل أن يكون الناس كلهم سواسية أمام القانون. أن الأوطان الآمنة الأوطان الموصولة بالله عز وجل. صاحب ياسين حبيب النجار لما أرسل الله رسولين كذبوهما, القوم كذبوا أصحاب القرية هؤلاء سورة ياسين, فعززناهما بثالث. وبعدين جاء رجل من أقصى المدينة يعزز رسالة الرسل الثلاث, يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لا يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه الآيات. فماذا صنعوا معه؟ قتلوه. فلما قتلوه فاضت روحه إلى ربه, قيل ادخل الجنة, قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول رحم الله حبيبا النجار, هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم, رحم الله حبيبا النجار وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. سبحان الله, عندما قتل المصلح الرابع نزل العذاب على القرية. العذاب ليس مجرد زلازل وبراكين وسيول ويعني تسونامي وغيرها, لا, ده صورة مقلقة. الصورة الأكبر أن يشقى الناس أو يشقى الإنسان في بلده, يشقى الإنسان في وطنه, يشقى الإنسان بمن حوله, يشقى بأقاربه, يشقى بمن يحيط به. لماذا؟ لأنه فيش ود في مجتمع, في يعني سبحان الله يعني في حسد. لكن الأوطان عند الناس غالية. يعني أرضي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام, ولي وطن آليت ألا أبيعه كما قال ابن الرومي. وقال شوقي وطني لو يعني شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي, وإلي يقول وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا جلذان يلعب في حقولك كالنسيم مدندنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت ها هنا أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من منى أنا من نسيمك ذرة فاضت جداول من هنا. فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسن لكنه مهما سلى هيهات ينسى الموطن. يعني ده كلام في الأوطان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر نظر إلى مكة وقال يا مكة تعلمين أنك أحب بلاد الله إلي, ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. سبحان الله. ولما ذهب إلى المدينة مرض أبو بكر ومرض بلال رضي الله عنهما, وجاتهم حمى نتيجة تغير الجو الجاف في مكة إلى جو الرطوبة أو الزراعة الموجود في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم ودخل على بكر وهو يحمم يعني كان أصابته الحمى فبدأ يقول كلام عجيب وكان السخونة. سبحان الله. وبلال كذلك. فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة, ودعا رب العباد عز وجل أن يطرد هذا الوباء إلى خارج المدينة, واستجاب الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. نعم,
الاوطان غالية، لكن تصير الاوطان غالية عندما تعطى امنا وتعطي امنا. عندما تعطى امنا ان كل انسان يشعر انه جزء من هذا الوطن. يعني يعني جزء من هذا الوطن سبحان الله، وان يعطي وان يصير انسانا ليس معطاء لكي ينتظر، لا، وانما معطاء لانه جزء من هذا الايه، لا ينتظر ان احدا يشعر انما هو يبتغي وجه الله عز وجل في عزة الاوطان وفي نصرة الاوطان وفي سلامة الاوطان وفي امن الاوطان. يشعر كل انسان انه جزء من هذا الايه، من هذا الوطن. فليس هناك ابدا وطن غير غالي، لا بالعكس، بل ولكن الوطن عندما يكون امن يكون معطاء للناس، وهذا العطاء وهذا الامن لا يكون الا بصلة الحاكم والمحكوم برب العباد عز وجل. هنا يستتب الوطن ويستتب امن الوطن وامن المواطن. قبل ان القاكم بعد فاصل ان شاء الله، اكرر تهنئتي لدولة الامارات العربية المتحدة حكومة وحكاما وشعبا ومقيمين ووافدين بالعيد الوطني، ونسأل الله ان يجنب هذا الوطن الكريم العظيم كل مكروه وسوء، وان يطرد عنه شياطين الانس والجن، وان يؤمن اوطان المسلمين، ان ربي على ما شاء قدير. كنا مع بعض الفاصل ان شاء الله نكمل حلقتنا عن الاوطان الامنة في البيوت الامنة وبالبيوت الامنة. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، مع هذه الحلقة المتميزة المتخصصة التي نهنئ فيها دولة الامارات العربية المتحدة بعيدها الوطني، ونهنئ الحكام والشعب الاماراتي وكل من على ثراها بهذا العيد. اكثر الله من الاعياد التي تعود على الناس بالخير والنفع ان شاء الله رب العالمين. يعني كما نقرأ ويعني ونستقرأ في التاريخ، كم من ولاة سعدت بهم رعيتهم وكم من ولاة شقيت بهم رعيتهم. يعني الشعب او الوطن الامن اللي فيه لحمة التقارب، لحمة الحب، ترى الشعب كله، الناس كلها في المأتم سويا وفي الفرح سويا وفي المناسبات الطيبة وفي الابتلاءات والمصائب، يعني بهذا المنطق. وهناك شعوب تتقاتل وتتناحر ولا تبيت آمنة. لماذا؟ لأن فرق في المعاملة بين هذا وذاك. ولعلنا رأينا يعني أسامة لما جاءت المرأة المخزومية واستشفعوا عند أسامة بأن يعني يعفو عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت، قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يعني ابن الناس اللي من عدة القوم، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يبدو أول اتصال إن شاء الله. أم محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك فضيلة؟ يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. مرحبا بك، أني والله أتوسم فيك الخير وصلاح الأمة، فبارك الله في علمك، اللهم آمين يا رب. سؤالي لك يا سيدي الكريم، أنني قد طاقت علي الأرض بما رحبت في بيئة أظهرت الحق باطلا والباطل حقا. أنني متزوجة منذ أكثر من 6 سنوات. أيوة. ولي من الأبناء من أحسنت تربيتهم ورعايتهم ولله الحمد. أيوة. وأنا الحمد لله رب العالمين ملتزمة وخايفة ربي سبحانه وتعالى. أيوة. ولكن يا سيد الكريم، زوجي آلمني واعتصر قلبي من الخوف والضرب ليل نهار. أيوة. الشتم والسب والقذف في عرضي وفي نفسي. أين كبيره؟ من كبيره؟ كبيره هو والده. طيب، أين والده؟ موجود. طيب، رفعت الأمر لوالده. ماذا قال؟ الأمر لوالدي. ولكن يا سيد الكريم، إنسان لا يصلي، سكران ليل نهار، يضربني، يشين معاملتي، يأمرني بترك الصلاة وترك قراءة القرآن. طب أنت يا بنتي لما تزوجتي يعني على هذه البينة أنه بهذا الخلق وهذا السلوك؟ لم أكن أعلم أبدا يا سيد الكريم. ولا حد من أهلك سأل عنه؟ ما سأل عنه الوالد للأسف. طيب، وعندما رفعت الامر للقضاء. أيوة. لولي الامر. أيوة. غضب الجميع مني، والكل اخذ مني موقفا، للعلم اني استخرت في امري هذا الاف المرات يا سيدي. طيب، وما هل القضاء انصفك ام لم ينصفك؟ القضاء منصف ولله الحمد باجراءات القضاء، ولكن يا سيدي، نعم،
كل من حولي ابتعد عني، كل من حولي غضب من فعلي هذا، على الرغم من أني لا أرى أنني أغضبت الله سبحانه طيب وتعالى. طيب أنا أجيبك محمد حافظ. جزاك الله. ربنا يفك كربك يا بنتي ويرضى عليك. بارك الله فيك. بارك الله. أولا يعني من لا ناصر له فناصره رب العباد عز وجل، ثم رب العباد عز وجل وجعل الأوطان الآمنة فيها قضاء نزيه يطمئن الإنسان إليه، وطالما أن هذه ومثيلاتها لم تجد من يعينها على رد مظلمتها والدفاع عن حقها والاستنقاذ واستنفاذ نفسها من هذا الزوج الذي لم يرعى حرمة رب العباد عز وجل ولا حرمة الدين ولا حرمة الزوجة في التعامل، فلجأت إلى القضاء، وهذا أمر طبيعي جدا. وأليس منا رجل رشيد؟ كيف أن الأهل والذين من حولها يقفون ضدها ولا يؤمنوها ويقفوا مع المظلوم ضد الظالم؟ يعني نحن يعني إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها، فما بال لما يكون الظالم هذا الزوج وله أهل، له أب وله أسرة، يجب أن يقف الجميع بجوار هذه الإنسانة الضعيفة ويحاولون نصرها. وبنيتي لا تحزني، رب العباد معك ولن تضيق أرض خالقها رب العباد عز وجل. أيوة أم علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور عمر؟ يا أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. الله يتقبل منا ومنكم يا رب يبارك فيك. أمين يا رب العالمين. أنا بس بتصل بسند حضرتك في الكلام الجميل اللي بتقوله على الإمارات وشعب الإمارات. نعم. وبتمنى كل دول العرب المسلمين يبقوا زي دولة الإمارات العربية. طيب. لأن الواحد حاسس بأدميته وهو عايش دولة الإمارات الحية. والله ما شاء الله على التعبير، صح، جميل هذا التعبير. والله والله صح. نعم. يا دكتور عمر، احنا فرحانين جدا وفخورين جدا ان الإمارات دولة عربية مسلمة، وبتمنى كل دولة عربية تبقى زيها. الله يرضى عنك. أروان شكرا ان شاء الله. شكر الله لك ام علي هذه المكالمة الطيبة التي يعني نضم صوتنا الى صوت ام علي في هذا الكلام الجميل الذي يستشعر الإنسان منذ أن تطأ أقدامه أي مطار منفذ من منافذ الدخول إلى دولة الإمارات إلى واشعر بآدميته، احترامهم للمرأة، احترامهم لكبير السن، احترامهم لأهل العلم، احترامهم للقيم والمبادئ. يعني حقيقة يعني هنيئا لمن يعيش على أرض الإمارات، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن هذا الوطن من كل مكروه وسوء، وأن يبعد عنه الأعادي والحساد والحاقدين، وهذا بفضل الله أولا، ثم بفضل حكمة هؤلاء الذين يقودون المسيرة، الذين أخذوا واستلهموا حقيقة من حكيم العرب رحمة الله عليه الشيخ زايد هذا الخير الكبير، اللهم ارحمه رحمة واسعة. أيوة عندنا مكالمة أخرى. أم خالد أهلا وسهلا، السلام عليكم من أبو ظبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم خالد، كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا بنتي، كريمك الله يخليك. شيخنا، بمناسبة الكلام اليوم عن ذكرى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، فنحن في أبناء هذا الوطن، أعتقد أنه يجب تسليط الضوء على دور المواطن أيضا، لأن الحمد لله الله أنعم علينا بحكومة ما شاء الله، يعني ينحسد عليها الله يبارك. هذا من فضل الله. نعم. فأعتقد أن أيضا يجب أن يسلط الضوء على دور المواطن وفاء لهذه الحكومة. جميل جميل. بما أن الحكومة ما شاء الله موفرة كل شيء، والرخاء في البلد ما شاء الله، ربنا لك الحمد. الله. فمن واجبنا نحن تجاه الحكومة الرائعة هذه أن نخلص في أعمالنا، ولا يكون الذهاب للعمل لمجرد أخذ المعاش آخر الشهر، ما شاء الله عليك. إنما يكون تقدير لدور هذه الحكومة والعمل بوفاء وإخلاص لمساعدة الحكومة على نشر الأمن والعدل في البلد. ما شاء الله. فأعتقد أنه هو يعني علاقة متبادلة بينهم. نعم. فأتمنى أن المواطنين في هذه الدولة والمقيمين أيضا يقدرون النعم هذه، لأن النعم إذا ما قدرت وما حمدت تزال. نعم. بارك الله فيك. فنحن نحتاج أن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الحكومة، فبدورنا يجب أن نرد الجميل بشكر الله سبحانه وتعالى وشكر هذه الحكومة بالوفاء. كلام جميل مقال، بارك الله فيك وشكر الله لك لهذه الكلمات الطيبة. هذه يعني حلقة عبارة عن مظاهرة حب لهذا البلد الآمن الذي ندعو الله له بالأمن. دور المواطن والمقيم، أنا لا أريد حقيقة أن أفرق بين مواطن ومقيم، كل أمام الحدود السواسية، الكل يحب الإمارات وأرضها وترابها، هذا شيء طيب. حقيقة الأمر كما قالت ابنتنا أم خالد أن لا يذهب الإنسان للعمل لمجرد الحصول على راتب أو معاش، وإنما هذا أيضا مقصد من المقاصد، ولكن
أن يبني هذا الوطن، أن يخلص، أن لا ينتظر شكر من أحد، وإنما الشكر من الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم لم يحسنوا جوار النعم إلا وزالت عنهم وقلما عادت إلى غيرهم. فيعني حقيقة الأمر بطاعة الله وبإخلاص المقيمين على هذه الأرض وهذا التراب، يعني بإخلاصهم وبعملهم الدؤوب يرتفع شأن هذه الدولة أكثر وأكثر من كرم الله سبحانه وتعالى. بارك الله في الجميع. أم سعد معنا، السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. يا مرحبا. والله أنا بدي أقول كلمة بهالمناسبة. نعم نعم. إنه أنا أساسا لبنانية وربيت ولادي بالفترة اللي كان فيها الحرب اللبنانية الأهلية. أيوة. ما بيعرف قيمة نعمة الأمن إلا اللي شعر بالقذيفة تنزل عليه. نعم. وننزل للملاجئ ونضب شنتنا ونسافر لغير بلد ونرجع نرد نجي. نعم. يعني مرينا بمراحل بقى نعمة. نعم. الأمن لا تعادلها نعمة. الله أكبر. لا تعادلها نعمة. ليه؟ لأن احنا شعرنا وعشنا الحياة هاي، بنعرف كيف الرعب بيدب القلب لما. نعم. ما في أمن، لما الطفل بين إيدي تنزل القذيفة وشيله من تحت الأزايز. نعم. ونزلت الواجهة. نعم. يعني ما بقدر اشرح لك الأوضاع اللي مرينا فيها. أتخيل أحنا. أتخيل أكاد ألمسها. نعم نعم. بقى من شان هيك حبيت أعطي هالتجربة. بارك الله حتى كل مين مش عارف شو يعني كلمة أمن. الله الله. بقول لهم أنا لو منسجد 24 ساعة نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن ما منوافي. ما شاء الله مساعد. أسعدك الله دنيا أخرى أنت وأبنائك وأهلك إن شاء الله. بارك الله فيك. مكالمة طيبة ومداخلة جميلة من ابنتنا أم سعد التي تؤكد لنا فعلا لا يعرف نعمة الأمن إلا خائف، أو من جرب الخوف، أو من جرب أنه ما بات آمنا في سربه. كم من شعوب إلى اليوم من أبنائنا، وهذا يذكرنا أن ندعو باستمرار أن يؤمن الله أبناءنا وبناتنا في فلسطين من يد اليد الغاشمة التي تسومه العذاب والقتل والقهر، ولكن إن شاء الله لن يقهروا بإذن الله رب العالمين. أدعو الله سبحانه وتعالى بالأمن والأمان لأبنائنا في العراق وفي الصومال وفي كل بلد فيها، وفي أفغانستان وفي كل بلد فيها لا يأمن أبناؤنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات والشعوب كافة على يعني على أنفسهم. أمن الله الجميع من أمنه عز وجل سبحانه وتعالى. ابنتنا أمل من الشارقة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب إزاي حضرتك يا دكتور عمر؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. تحياتي ليك ولكل قائمين على البرنامج وكل شعب الإمارات. بارك الله فيكم. طبعا احنا بصراحة من ساعة ما جينا على البلد هنا هون. نعم. يعني مش حاسين ان احنا بعيد عن أهلنا أو متغربين. نعم. أو أي شيء، بالعكس يا دكتور عمر، وأكيد. نعم. طبعا حضرتك يعني تحس نفس الشعور. نعم. أنا بصراحة يعني ما بحبش أنزل كتير مصر. أولادي مولودين هنا ومتعودين على العيشة هنا هون. من ساعة ما جينا البلد دي أكلنا من خيرها وتربوا في المدارس وعيشنا في البلد دي، ما شفناش منهم غير كل خير. فنتمنى إن شاء الله يديم عليهم نعمة الأمن والأمان اللي إحنا زي ما هم بيشعروا بيه، لأن إحنا كلنا في قارب واحد. الله يرضى عنك. وإن شاء الله يا رب يعم الخير. يعني أنا جوزي حصلت له مشكلة وأبعد عن البلد، بس انا ما رضيتش انزل انا ولادي لانه احنا مش قادرين نعيش غير هنا. وان شاء الله ندفن برضه في نفس البلد، لانها كلها بلاد ربنا، كلها ارض الله. ربنا يبارك فيك يا بنتي. فنتمنى بس ان انت تدعي له يرجع تاني، عشان انا بعمل كل المساعي على انه يرجع ان شاء الله تاني، لانه هو ظلم. فان شاء الله يا رب يرفع الظلم عنه ويرجع تاني ونعيش ونجمع شملنا. يا رب يجمع شملكم وشمله مع اولاده ومع زوجته. ان شاء الله ربنا يبارك فيك امل ويجعل لكم امل دائما في الله عز وجل. هذه ايضا مداخله طيبه جميله رقيقه، استشعار بالخير وبالفضل. وحقيقه الامر الذي يعايش الاماراتيين الخليجيين عامه والاماراتيين خاصه، يجد ان التواضع سمت من سماتهم في الكبير والصغير. وكلما ارتفعت الى يعني الى يعني اهل الفضل واهل الخير، كلما وجدت التواضع اكثر واكثر حقيقة يعني. فبارك الله في دولة الامارات وفي من يعيش على ارضها. ابنتنا فاطمة من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. مرحبا. اهلا وسهلا. والله يا شيخنا الجليل اني احبك في الله. الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك يا فاطمة ويؤمن العراق واهله يا رب ان شاء الله.
والله شيخ الجليل انا حبيت يعني اشارك، خصوصا انه هذا الموضوع يعني احنا بنعيشه بالعراق. نعم يعني نعم. قلوبنا معكم يا فاطمه، والله قلوبنا معكم ودعواتنا دائما. اجعلنا يا شيخ دعائك لنا يا شيخ بالفرج، يعني وخاصه احنا يعني عائله مضطهده ومهددون، ويعني اريد بس انه نطلع ننجي بانفسنا بديننا من المعاناه اللي جاي نعانيها. الله يا بنتي احنا نشوف يعني نعم، احنا نشوف يعني حكام الامارات يعني بهالمناسبه، حبيت انه اشارك واهنيهم بهاي المناسبه، والله يحفظهم على راسهم الشيخ خليفه بن زايد الشيخ محمد بن راشد. امين يا رب. واتمنى يعني ندائي اوجهها للشيخ خليفه والشيخ محمد بن راشد ان يمدون يد العون، يعني احنا كشخصيا كعائله جاي نعاني ونتمنى انه نجي ونعيش بالامارات. نتمنى يعني انا ندائي الله للشيوخ الكرام انه يعني يسمعون يكونوا يلبون النداء بهاي المناسبه ويفرحون يعني. بارك الله فيك فاطمه، شكر الله لك، بارك الله فيك، اللهم امن العراق واهل العراق، يؤمنكم يا فاطمه انت وكل العائلات العراقيه على مختلف مذاهبهم واعراقهم ومللهم، وسبحان الله، ويعود الامن للعراق مره اخرى، وتصير العراق شامه بين الدول العربية والإسلامية، وتعود بغداد الرشيد كما كانت إن شاء الله نبضا ونبحا للحضارة والمدنية. وربنا يبارك في الجميع ويؤمن العراق ويؤمن كل بلاد المسلمين إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، يعني حقيقة الرمزية في احتفالات الأوطان بأعيادها الوطنية شيء يقره الدين، لأن ده تجديد محبة الوطن وتجديد محبة الإنسان لأصحاب الفضل الذين غذوا بعد فضل الله عز وجل عليهم المقيمين على أرض هذه الدولة الطيبة بالخير وبالود وبالمحبة وبكل المعاني التي تشعر الانسان، كما قالت بعض المتصلات وبعض المتأنى يعني هذه يعني مساله الحب المتواجد والامن المتواجد واللين والهدوء في التعامل، احترام المراه، احترام اهل العلم، احترام كبير السن، تيسير الامور منذ ان تدخل من بوابه الامارات ايا كان في اي اماره من الامارات، تجد الود والترحاب والقلب الطيب والنفوس الطيبه الذين لا يعرفون لؤما ولا يعني لفا ولا دورانا. أدعو الله عز وجل لهذه الدولة أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يبارك في الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد وإخوانهم من الحكام، يبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يتولانا وإياكم رب العباد سبحانه وتعالى، وأن يطرد عن هذا المجتمع شياطين الإنس والجن، وأن يجعله مجتمعا آمنا موصولا بالله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بين